يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم أتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك، أو تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعت إليك وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك منا منك عليها يا سيدي لا منا منها عليك، بل ليت شعري أتراك تصم بين أطباقها أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الذي أنزلته، أو تطمس بالعمى في ظلم مهاويها أبصارا بكت إليك خوفا من العقاب وفزعا من الحساب. أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماع حتى صدقت، ولا أسبلت العيون واكف العبرات حتى أشفقت، ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء حتى خشعت، ولا تحركت الألسن ناطقة باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زللها وعثارها. فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق، أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق، أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق، أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم أتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت.